برافو فتون، هاد هو الصح ولا يهمك، دخيلك. أصلاً أنت مالك بحاجة لواحد مثله، كل الرجال هيك ما بيحبوا يشوفوا وحدة ناجحة. يلا يلا ضبي أغراضك، امشي معي على المكتب، عنا شغل. ماشي هنادي خانم، ماشي. فتون خانم لحظة، فيني أنا كمان روح لعند خالتي ناجية طالما أنت رح تروحي مع هنادي خانم؟ طيب ميسون روحي روحي. شكراً. هنادي خانم رح أحضر حالي، ما بطول. فتون ليكي انتي ما رح تكوني مبسوطة مع مراد، نصيحة لا تتهوري مشان الجاكرين. انا ماني غبية وسخيفة لدرجة اني اتزوج بس لجاكر حدا بهيك قصة. ليش رح تتزوجي لك؟ لانك بتحبيه. انت ليش هيك عم تعملي فيني فتون؟ ليش؟ ليش مالك قدراني تضلي معي ونعيش حياتنا سوا؟ لوين بوصلك؟ ما كان صفيان غير وظيفة شوفير العيلة، لكني عم بعملها لحتى تكمل معي على آخر اليوم. يلا. أنا رايحة لعند خالتي ناجية. أمرك يا خانة. لك أنا شو بيعرفني وين ساكنة خالتك؟ عطيني العنوان. هنادي خانم ساكنة خالتها ببيت أهله لجان. ميسون بتكون بنت أختها لناجية. إيه. طيب ماشي. هلأ منوصل ميسون وبعدين أنا وأنتي منكفي بوشنا على المكتب، خلينا نخلص شغل فتون لو سمحتي. هنادي خانم، على طول لازم يكون في شخصين لتنكتب الرواية؟ يعني واحد بيكتب والتاني بينق فوق راسه؟ بهالطريقة بيكتبوا الروايات ما؟ يا ترى باولو كويلو كان في حدا واقف فوق راسه وبيقول له حط لي فاصلة هون ونقطة بآخر السطر؟ قلي لي. خلص فتون عن جد مناقصتك. حبيبي يلا حبيبي انت خلص خلص خلص. يا روحي. لك مو هاي سيارته لمراد؟ هنادي وقفي فورا. شو صار لك؟ وقفي وقفي لكني وقفي. وقفت. مراد مراد انت منيح؟ هنادي اطلب الاسعاف فورا. مراد مراد انت عم تسمعني؟ طمنيني شو صاير له. مراد مراد عم تسمعني؟ الو لو سمحتوا في حادث على طريق الجبل، بعتوا لنا سيارة اسعاف فورا. ايه اللي عمل الحادث لساته صحيان لهلا. اي منيح. ايه ايه اكل ضربه على راسه، ساعدوا لو سمحتوا.